يعني أستاذ غسان عطلة اليوم رئيس ميقات يتهم فريقكم السياسي بأنه سرب هذه التشكيلة لحرقها، خصوصا وأن هذه التشكيلة قد سربت وعليها بعض الملاحظات التي واضح بأنه رئيس الجمهورية قد وضع هذه الملاحظات عليها. شو ردك؟ شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني صراحة أنا ما سمعت أنه هو اتهم أنه سربت من القصر أو غير سربت، وبالعكس سمعت أنه عم بيقول أنه خلينا نظهر من هالقصة ونروح على التشكيل الحكومي. قبل ما يقول هيك صارت يعني قبل ما يقول خلينا نقطع هالقصة صار في بيانات ومواقف متبادلة بين قصر بعبدة والرئيس مئاتي. لا يعني أنا يعني اللي مبين لحديث الساعة أنه طريقة أصلا تسليم التشكيلة خلال ساعات يعني منا كتير يعني كانت موفقة، يعني كان فينا ننطر يومين ثلاثة، ما حدا عم بيقول ضروري نقعد أشهر تنشكل حكومة، يعني الحكومة فيها تتشكل بأسبوع ونكون عم نتروى أكثر بتشكيل حكومة نهاية العهد إذا كان في نية إنه نعمل حكومة تقدر تحظى على الثقة، وإذا كان في نية إنه فعلا نفوت بالملفات الأساسية. يعني اليوم عنا استحقاقات داهمة مصيرية، كان أولى أنه نهتم أكثر بصورة الحكومة اللي بدها تأخذ قرارات من هذا النوع من هذا الحجم. نعم. طيب أستاذ غسان، شو ملاحظاتكم على هذه التشكيلة؟ لا نحن ما في يعني ملاحظات بمعنى ملاحظات، بس في معيار ما احترم بكل التشكيلة. يعني ما فهمنا على أي أساس في وزير بيبقى وزير بفل، ما فهمنا أنه ليه ما بده يكون في عنا حكومة فعلا يعني اليوم كاملة بكل الوزراء تبعولها تكون على قدر المسؤولية. يعني نحن قلنا من بعد الاستشارات أنه نحن ما يهمنا هو مش المشاركة بالحكومة ولا عدد الوزراء، ولا بهمنا أنه تكون في حكومة تروح تفاوض على الأمور الأساسية وتلاقي حلول للملفات المصيرية اليوم اللي عم يمرق فيها البلد، إن كان من خطة الدعم وخطة التعافي، إن كان من وضع حاكم مصرف لبنان الخارج عن القانون، إن كان من ترسيم الحدود، إن كان من ملف النازحين. يعني في كتير أمور اليوم البلد عم يمرق فيها بحاجة كنا أنه ناخدها بأكثر هيك وعيا. يعني نعم، وهذا بدأ أنه ما أخذوا بعين الاعتبار رئيس مئاتي بالتشكيلة، هيك قرأتم فيها؟ يعني ما بعتقد حتى يعني الاستشارات أنا برأيي بهالسرعة بتقديم التشكيلة كانت وكأنها يعني أمر مفروض عليه، يعني أنه حتى ما بعتقد أنه جوجة الأفكار كل اللي استشارهم بالمجلس النيابي، يعني ما لحق الوقت بعد ما كان مساعد. يعني نحن صحيح بحاجة لحكومة سريعة، بس كانت بتحمل يومين ثلاثة أنه نروح فيها مثل ما قلت لك بشيء أفضل من اللي قدم، يعني مش بتعديل بعض الوزراء، بل بالعكس بإحداث صدمة إيجابية للبنانيين وللمجتمع الدولي. نعم. طيب امبارح هيك الجو السياسي كان يعني لدى فريقكم بانه هذه التشكيله قدمت لكي لا يقبل بها، لانه مثل ما عم تقول حضرتك يعني قدمت بسرعه وفيها كثير علامات استفهام، كانه يبدو انه الرئيس ميقاتي يريد ان يعني لا يشكل حكومه، ان يبقي على حكومه تصريف اعمال حتى نهايه العهد. شو رايك بهذا الموضوع؟ يعني هيدا الشيء اللي كان عم ينحكى فيه حتى قبل، يعني قبل تكليف الرئيس ميقاتي، بانه الرئيس ميقاتي سيكلف ولكن لن يشكل، لانه بهمه انه يكون رئيس مكلف على حكومه تصريف اعمال، هيك بخفف عنه ضغط انه ياخذ قرارات مهمه. حكومه تصريف اعمال بنعرف انه حجم تعاطيها بالامور رح يكون اخف كثير، ورح تقدر تشيل عن ظهرها ملفات كثير ممكن تعملها، وهذا اللي كنا نحن دائما نقول انه نحن بحاجه لحكومه، لانه عندنا كثير امور مصريه اليوم لازم حكومه لبنانيه كامله وتكون حكومه مش تصريف اعمال تقدر تقوم بهيدي المهمات. فالظاهر انه لا، لازال موضوع تمرير الوقت لغايه نهايه العهد هو اللي فارض نفسه على الواقع اللبناني. يعني تمرير الوقت قصدك انه انتم ترون في هذه التشكيله تمرير الوقت لحتى يمضى ويخلص العهد وبعدين يشكلوا حكومه ما بعد انتخاب رئيس جمهوريه، هيك قصدك؟ هذا اللي مبين لحديث الساعة بطريقة التعاطي وبطريقة التشكيلة اللي تقدمت امبارح، وكأنه هيدا المطلوب. يعني مطلوب اليوم انه قد ما فينا نستعمل الوقت اللي باقي لرئيس الجمهورية
ومن بعد رئيس الجمهورية بنشوف كيف فينا نشكل حكومة كاملة أو تشكل حكومة تقدر تشتغل بشكل واضح بالأزمات اللي عم يمرق فيها البلد. طيب وكيف أنتوا رح تردوا حيال هذا الموضوع أستاذ غسان؟ يعني شو رح تعملوا؟ شو رح يعمل رئيس الجمهورية مثلا؟ يعني بعرف أنك حضرتك ما بتحكي باسم قصر بعبدة، بس بعرف أنك مطلع على الجو السياسي، ماذا سيفعل رئيس الجمهورية؟ لا شوف يعني حتى الساعة، يعني أنا سمعت أستاذ إبراهيم كان عم بيحكي الأمور معه حق فيها، أنه حتى الساعة ما في خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس نقاط. وأنا برأيي حتى التشكيلة هيدي اللي تقدمت هي مش تشكيلة نهائية، وقدم تشكيلة رئيس نقاط للنقاش. إذا أنا غلطان بشيء أستاذ عوض فيك توضحه إذا أنت عندك معلومات أكثر. يعني فبعتقد أنه اليوم رح يكون في نقاش على هيدي التشكيلة، على أثر النقاش ببين إذا هل هي تعنت بهيدي التشكيلة أكثر لما تكون موجودة حكومة اليوم بالوقت الحاضر، أو أنه رح نوصل لاتفاق ببعض التعديلات الأخرى. فننتظر لل 24 ساعة اللي جايين تتوضح الأمور أكثر. يعني عم تقول أنه بال 24 ساعة المقبلين سيكون هناك نقاش حول هذا الموضوع؟ ايه بعتقد هذا الشيء، يعني بعتقد انه رح يكون في لقاء لمناقشه التشكيله اللي قدمها الرئيس نقاط. طيب استاذ غسان شو المطلوب؟ يعني ما هو اذا بدك شو هي اكثر العلامات استفهام المبينه عندكم، وما هو المطلوب؟ يعني فيك تقول لي مثلا الوزير السني بحقيبه الطاقه، فيك تقول لي الوزير الارمني بحقيبه الاقتصاد، بدي تشرح لي لو سمحت شو هن. ارجع بس كرر الشيء اللي عم ينقال هاليومين واللي هو منه واقعي ومنه صحيح. يعني ما عندنا اي التزام بحقيبه الطاقه، ما لها علاقه ابدا باللي عم نقوله هلا اليوم عن وضع التشكيل الموضوع حاليا. كان كلام الوزير بسيل واضح مع الرئيس نقاطي انه المداورة بكل الحقائب وعدم اعتبار أي حقيبة هي لفريق معين أو لطائفة معينة. فهون بنكون نحن ملتزمين بأنه ما عندنا أي مشكلة بحقيبة الطاقة أنه تكون لأي حدا أو لأي فريق أو لأي طائفة. فلنشيل يعني ما عندكم مشكلة ب اسمه وليد سنو، ما عندكم مشكلة إذا بالاسم الذي طرحه الرئيس ميقاتي على حقيبة الطاقة؟ ما عندكم مشكلة؟ ما عندنا مشكلة بحقيبة الطاقة أنه تكون مش للتيار الوطني الحر، بس بذات الوقت عندنا مشكلة بالمعيار. يعني ما فينا بس نقرر نعمل مداورة بمكان واحد ونرفض المداورة على بقية الحقائب. يعني قصدك الحقائب السيادية؟ قصدك السيادية؟ السيادية ما تغيرت. شوفي ما هو لأنه ما تغيرت. يعني اليوم نحن وقت بعد الاستشارات حكي الوزير بسيل انه بالاخر نحن ما بدنا نثبت اعراف جديده وكانه الحكومه الوزراء فيها ينتمون لطوائف معينه وما بنقدر نغيرهم. نحن المطلوب اليوم انه لا، هيدي الحكومه ما شفنا ولا شيء مكتوب لا بالطائف ولا بالدستور ولا باي مكان بيسلم جدلا بانه هذه الحقيبه الوزاريه هي للطائفه الفلانيه او للحزب الفلاني. خلينا نروح مزبوط. بس استاذ غسان انت بتتذكر مزبوط هذا الكلام، ولكن انت بتتذكر انه لما تشكلت حكومه الرئيس ميقاتي كان عندكم نفس الموقف، وبعدين رجعتوا سلمتم بانه تثبيت الحقائب السياديه. يعني هذا ليس موقف بجديد، ودائما نرجع انه الحقائب السياديه بتضل بهذا التوزيع الطائفي. طيب بس انه اليوم إذا ما قدرنا وصلنا لنتيجة مش معناتها إنه نحن رأينا ما بقينا عليه، بس إنه فينا نفرض نعطي رأينا بموضوع نحن شايفينه إنه هو هيدا اللي لازم يصير، وما نقدر نوصل لنتيجة لأنه لا الأكثرية ولا رئيس الحكومة قبل معنا. بس إنه مش معناتها إنه ما رح نضلنا ثابتين على رأينا نقول إنه هيدا رأينا نحن بملف الحكومة هيك لازم تكون، مش لازم تكون غير هيك. يعني أنتم مع المداورة في الحقائب السيادية؟ طبعاً. هيدي شغله. وبعدين يعني مثل يعني هيدي الحكومه اليوم فيها حزبيين ببطاقات وحزبيين ملتزمين، وانت ما احكي عن حدا، رح احكي عن الفريق اللي نحن بننتمي له. يعني وزير الاقتصاد اليوم ترشح على النيابه وعمل نايب ورجع وزير اقتصاد وهو حزبي ملتزم. يعني ما فينا صيف وشتي تحت سقف واحد. وزير الاقتصاد يعني وزراء ممنوع يكونوا حتى مقربين من فريق معين. مش وزير الاقتصاد، ايه مش وزير الاقتصاد، وزير الاقتصاد اللي هلا سمي هلا وزير، اللي سمي هلا. ايه فما في يكون في صيف وشتي تحت سقف واحد. يعني اما انه نقبل بالوزراء السياسيين، اما ان نكون نحن مع وزراء تكنوقراط. يعني بس انه يكون في فريق بحق له يسمي اللي بده اياه وفي فريق ما بحق له يسمي اللي بده اياه، يعني هذه كمان
معيار وعدالة.